أعتقد أنه الفدرال الأمريكي يعني يحاول بقدر الإمكان أن يترجم أي نقاط بيانات على أنها إشارة للتريث، ويعني أنه لا يقفز على الفائدة بقدر الإمكان. والسبب بكل بساطة أنه الفدرال الأمريكي يخشى أنه هناك في يعني persistent تضخم عنيد جداً، وخاصة يعني آخر نقطة مئوية أو نقطة ونص مئوية من التضخم، و يعني الفدرالي يكون قلق أنه إذا ما بدأ في تخفيض سعر الفائدة والتضخم استمر في الارتفاع سيخسر مصداقية كبيرة جدا إذا ما عكس الاتجاه بشكل سريع، اللي هي في يعني في أن الدورة تكون عبارة عن رفعة واحدة أو رفعتين في الدورة، سوف يفقد كثير جدا من المصداقية، وده واحدة من أهم الأدوات بالنسبة للفدرالي. عمر، عنا أرقام التضخم هذا الأسبوع، هلا دوت بلوت رح تصدر قبل ارقام التضخم، ما رايك ايضا بالنسبه للتضخم؟ ما هي توقعات بالنسبه لارقام التضخم التي ستصدر هذا الاسبوع، كونها بالطبع مهمه جدا لانه كنا بدانا نرى بعض الارتفاع فيها بالفترات الماضيه؟ انا اعتقد انه التضخم يعني اجماليا سوف يفوق التوقعات بشكل عام، والسبب نادين انه هناك في كثير جدا من قوة دفع للتضخم، اهمها طبعا الطاقه. في الفتره القادمه على الاقل Q3 بحسب جولدمان ساكس انه حيكون في شح في الامداد بالنسبه للنفط، هذا سوف يدعم الطاقه بشكل كبير. اوبك بلس يعني في هناك في كونسنسس انه لابد من استمرار خفض الانتاج حتى ان تتوازن التوقعات بانه سوف يكون في تضخم، وهي بذات الاهميه ايضا سوف تكون موجوده. عمر، وقت ضيق بس تعليق على ما رايناه اوروبيا، الى اي مدى برايك الصوره قاتمه ان كان لليورو او للسندات الاوروبيه وبالتالي ارتفاع العوائد الذي رايناه؟ انا اعتقد انها قاتمه جدا، وسنعيد في الغالب نفس السيناريو بتاع 2012 عندما كان لدينا المشكله في السندات اليونانيه، ايضا سوف يكون لنا نفس عدم اليقين مماثل لتلك الفتره، وهذا طبعا يضع ضغوط كبيره جدا على السندات وكذلك على اليورو.